الحمد لله جبنا لا كوب تاع الايفنت يا جبنا تاع الاي 15 مازال العام الجاي ان شاء الله الولد علي انا نقول لك الدوبل العام الجاي ما نهضرش بحبسه واحد اخرى بارك الله فيكم. السلام عليكم. الحمد لله فرحونا الايفنت هي دينا لا كوب وانا نستناو العام الجاي ان شاء الله تكون ريكيت مون شابه يكون الجو مليح وستاد جديد ان شاء الله ورانا موراكم ان شاء الله. شكون اللاعب اللي زعما تخيرهم يكونوا في جياسكا؟ شكون سعيود؟ سعيود ماذا بيا انا سعيود بن دبكه كاين تاع اللي شتي دراوي بن عياد الراجع البيضاوي دراوي بوزوك كاين بزاف كاين اللي جوا كاين اللي جوا ياك موبيليس مد التيكي باينه في جياسكا في دار جياسكا يا خو في دار جياسكا حنايا احنا مخدومين الناس للجياسكا حضرت لها فينال تاع الاي 15 حضرت لها فينال تاع الاي 19 غدوه ان شاء الله راح تيزي بزو نشوفها مع سنطيح مع السياسي وشفناها هنا في براقي ثاني مع الياسما باتيو 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 فيف جياسكا انا ما نموت ايما سيغان انوا ويكي ايما سيغان انوا ويكي ايما سيغان انوا ويكي زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.